اهلا وسهلا ومرحبا، يعني كل الشكر لحضراتكم على حضرتكم الضوء على ما نقوم به من اعمال. اهلا بيك يا فندم، حضرتك منورنا. حضرتك كمان مدير مدرسه القلم لفن الخط العربي، ويمكن الخط العربي ناس كتيره جدا جدا بدات تهتم بيه وتهتم بان هي تتعلم الخطوط العربيه باشكالها وانواعها. خليني ابدا في البدايه مع حضرتك، يعني ايه فكره مرسم القلعه؟ عباره عن ايه وايه انواع الفنون اللي بتشمل مرسم القلعه؟ الحقيقة كنا بنفكر في إطلاق مساحة فنية رحبة كملابس للمبدعين في محيط القلعة، وساحتها للمشتغلين في الصناعات الإبداعية وخصوصا في مجالات التراث، العمارة، الفنون، الحرف، التصوير الفوتوغرافي، السينمائي. كل الأشخاص يبحثوا عن تواجد في مساحة هادئة في قلب القاهرة التاريخية. والحقيقة يعني بنحاول زي ما حضرتك أشرتي في حديثك إن إحنا مرة تانية نأثر في على المدى البعيد في النطاق المحيط بنا، بإن إحنا نستعيد جماليات المنطقة اللي طالما اشتهرت بمونومارتر القلعة على غرار مونومارتر باريس، أن تكون كما كانت تسبق مقصد للهواة والمحترفين الفنانين يستخدموا فراغاتها لتقديم إبداعاتهم الفنية. إحنا بالقرب من بيت الفنانين او بيت الفن او بيت حسن فتحي او بيت المعمار المصري اللي طالما كان بيسكن فيه فنانين مبدعين بارزين ربما زي شادي عبد السلام ورمسيس وصواصف المعماري والمعماري الشهير حسن فتحي وقائمه طويله جدا من الفنانين المصريين وايضا المستشرقين الاجانب الذين قدموا وقصدوا هذه المنطقه لكي يقدموا اعمالهم او ابحاثهم او اعمالهم المختلفه في هذه المنطقه اللي كانت ملهمه ليهم بشكل كبير. حلو جدا. طيب هل كان في دلاله معينه ان انتوا تختاروا المكان ده تحديدا عشان يبقى ملتقى ثقافي والناس كلها تزوره، على ان هو كمان في منطقه سياحيه، منطقه كلها تاريخ وكلها اثار اسلاميه تحديدا؟ الحقيقه يعني المنطقه وقعت زي ما حضرتك اشرتي في نطاق عمراني وتراثي وسياحي من الطراز الرفيع. احنا موقعين في قلب القاهره التاريخيه ومحيط بنا عدد كبير من المباني الاثريه والمعالم التاريخيه. الحقيقه كان الاطلاله هي اللي اكثر شيء اثرنا وجذبني لهذه المساحه، يعني خصوصا ان هي موجوده على هضبه مرتفعه منفصله عن جبل المقطم، فبيتيح لنا فرصه النظر الى القاهره من الاعلى. فيعني ممكن من نفس المكان نستطيع ان نرى الاجانب من الاهرامات ومتحف الحضاره ومتحف مصطفى كامل ومدرسه ومسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي، المحموديه، مسجد القنباي، الرماح، تكيت البسطامي، ديمارستان المؤيدي، يعني كل انماط العماره الاسلاميه نستطيع ان نراها من مكان واحد، الخنقوات، المدارس، التكايه، أسئلة المدارس. ففرصة رائعة لكل الأشخاص اللي عندهم حنين إلى جذورنا التاريخية ومعرفة أكثر عن العمارة الإسلامية أن يروا هذا المظهر المهيب من مكان حلو واحد. جدا. طيب باشمهندس، هل في شروط معينة بتتطلب أن هي تبقى متوفرة في الأشخاص اللي هيشاركوا أو هينضموا للمرسم أو للملتقى الثقافي ده؟ المساحة رحبة ومفتوحة للجميع، لكل المبدعين، كل الأشخاص المشتغلين بالفنون بأنماطها وأشكالها المختلفة، سواء كانت الفنون التشكيلية، التطبيقية، العمارة الإسلامية، الرسم اليدوي، الموسيقى، الغناء الجماعي، كل هذا وأكثر أو كل ما يستجد كمان ويكون في نفس هذا النطاق. مرحب بهم جميعا ليستخدموا هذه الفراغات لصالح إبداعاتهم الفنية. طب إيه أهم الفعاليات أو المبادرات الثقافية اللي بتتم في المرسم؟ هي الفترة الماضية كان بمثابة افتتاح تجريبي تزامن مع شدة فترة الكورونا، فربما كان عمل بشكل مقلص قليلا، لكن في خلال ايام قليلة نسعى ان شاء الله جاهدين للاعلان عن الافتتاح الرسمي بحيث يكون الكامل فراغات المساحة جاهزة للاستخدام على مهيئة بالشكل الامثل. والحقيقة احنا عدينا مع زملائنا يعني خطة الانشطة وبرمجة الانشطة اللي هتحصل خلال الفترة القادمة، وهي متنوعة ومختلفة وبتستهدف فئات مختلفة، ومركزين أكثر كمان على الجولات الميدانية بحيث أكثر نتيح للناس فرصة زيارة المكان وزيارة المنطقة والتعرف على تاريخها عن قرب. طيب يمكن المنطقة دي أثرية زي ما احنا قلنا وفي خطط لأنها تدمج ضمن الخريطة السياحية لمصر، زي ما بنشوف كده زي منطقة مونمارت في باريس وزي حضرتك ذكرتها، هل هي فعلا في الخطة أن هي تنضم للخريطة السياحية في مصر الفترة اللي جاية؟
أكيد يعني هذه المنطقة طالما كان في مشروعات كانت تستهدفها بالتطوير والتنمية، ولكن للأسف كانت ظلت طي الأدراج، لكن مؤخرا ظهرت مشروعات وأخذت موضع الجدية والبدء في التنفيذ، مثل مشروع تطوير القاهرة التاريخية اللي أعلن عنه دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي مؤخرا، واللي بتشمل تطوير عدة مناطق في القاهرة التاريخية، ربما تأتي منطقة درب اللبانة في المرحلة الثانية منها، وبتشمل تطوير الفراغات والمساحات وتحويل بعض الأماكن كمناطق ثقافية، يعني نقلة نوعية حرفيا بتحدث لهذه المنطقة، نعمل ان هي تطلي بظلالها على السكان المحليين وايضا على زوار هذه المنطقة سكان محليين. طيب بمناسبة الزوار، يمكن هو ملتقى ثقافي لجميع انواع الفنون زي ما حضرتك قلت، هل في اقبال من السياح او من الجمهور حتى لو كان المصريين او الاجانب على المكان ده بشكل كبير الفترة اللي فاتت، ولا الكورونا يمكن اثرت شوية على الاقبال؟ يعني حركة السياحة ما زالت بتنمو مجددا بمعنى بطيء قليلا، لكن ربما ابرز الاشخاص اللي في دوائرنا من الفنانين والمبدعين حرصوا من اللحظه الاولى على التواجد مع الافتتاح التجريبي لرؤيه المكان واستخدامه، واحنا آملين ان الفتره القادمه تشهد يعني زخم اكبر، سواء كان على مشروعات التنميه اللي تحدث فيها هذه المنطقه او على مستوى الفراغ بتاعنا المتواضع. طيب حضرتك، يعني احنا عرفنا كمان انه مفيش اي ربح او اي مقابل مادي للفنانين المشاركين في المرسم او في الملتقى الثقافي ده، وان هم بيحبوا يقدموا فنونهم المختلفه او مختلفه الشكل والانواع. مين بيدعم هذا المرسم او هذا الملتقى الثقافي؟ هذا المشروع يندرج تحت مسمى المشروعات المجتمعيه، وهي مشروعات تهدف للربح بشكل رئيس ولكن تهدف الى الاستدامه، فربما يكون في بعض الانشطه فيها يتم الى دفع الرسوم، ولكن في النهايه يعد خامرتين لتطوير انشطه الفراغ بدون ما يكون تتبع نهج لا هي المؤسسات ولا نهج الشركات الربحيه، لكن هي بين بحيث تحافظ على استدامتها واستمرارها من خلال انشطه مدره للدخل، تحافظ على انها تكون ذاتيه واستمراريه طول ذاتيه الدعم، يعني هي بتدعم نفسها. بالضبط. طيب اخيرا كده يا باشمهندس، يعني عايزين نتكلم عن الخطط المستقبليه بالنسبه للمكان في اقل من كلمه ونص بعد اذنك. الحقيقه يعني امل ان يعني العمل في هذا المرسم يبزغ نجمه بشكل اكبر خلال الفتره القادمه، ويخلق حلقه وصل ما بينه وبين المراكز الثقافيه سواء كانت الحكوميه او المراكز الفنيه اللي بتنطلق قريبا بالتوازي معنا، بحيث نخلق فيما بيننا بمثابه بؤره ثقافيه جديده في هذه المنطقه.